ليس سلاحاً ذرياً، ولكنه حصد أضعاف ما حصدته القنابل النووية من الأرواح، فتاك ومتين بما يكفي لاعتماده كسلاح أساسي في أكثر من 50 جيشاً نظامياً حول العالم. بسيط وفعال ورخيص الثمن، أحيط تصميمه وإنتاجه بسرية تامة، أكثر الأسلحة شعبية وانتشاراً حول العالم ومفخرة الصناعة العسكرية السوفيتية. إنه أفوتمات كلاشينكوفا 1947، المعروف عالمياً باسم مصنعه ميخائيل كلاشينكوف أو AK-47. فمن هو ميخائيل كلاشينكوف الذي أحاطه السوفييت بالسرية وقلده الروس أرفع الأوسمة؟ وكيف صمم سلاحه الأسطوري؟ ولد كلاشينكوف في قرية سيبيريا عام 1919، وعاش طفولة مأساوية بعد ترحيل والده باعتباره فلاحاً ثرياً عام 1930. شارك في الحرب العالمية الثانية وأصيب خلال معركة دامية مع القوات النازية عام 1941. خلال علاجه في المشفى، فكر كلاشينكوف بتصميم سلاح فردي يتفوق على أسلحة النازيين الرشاشة. درس كلاشينكوف عدة تصاميم وانتهى إلى وضع تصميم لبندقية آلية تفوقت على بندقية ستريم جيفير 44 الألمانية. استغرق تصميم AK-47 سنوات من التطوير بعد الحرب العالمية الثانية، فجربت لأول مرة عام 47، وفي عام 1950 أنتجت بكميات كبيرة في مصنع IZH، لتدخل عام 55 الخدمة في الجيش الأحمر كسلاح فردي رئيسي. مواصفات ثورية. وضع كلاشينكوف مواصفات لتصميمه الجديد أثبتت ثوريتها في ذلك الوقت ونجاحها حتى الآن. عيار الطلقة 7.62 ضرب 39 ملم، المدى 750، الطول 869 ملم و1020 مع الحربة، الوزن 4.3 كيلوغرام مذخرة، عدد الخطوط الحلزونية في السبطانة 4 خطوط، السرعة الابتدائية للطلقة 715 ميلي على الثانية، التذخير مخزن سعة 30 طلقة، معدل الرماية النظري 650 طلقة في الدقيقة، معدل الرماية العملي 100 طلقة في الدقيقة، آلي و40 طلقة في الدقيقة نصف آلي، نظام التلقيم بالغاز، نوع الأخمص خشبي ثابت أو قابل للطي، معدني وقابل للطي. لبساطتها ورخص ثمنها وموثوقيتها العالية، يستخدم AK-47 أكثر من 50 جيش حول العالم، وتعتبر البندقية المفضلة للحركات الثورية والتحررية لسهولة استخدامها وفاعليتها الكبيرة أثناء القتال وقلة أعطالها. يمكنك رؤية بنادق كلاشينكوف في كل مكان حتى في أيدي الإرهابيين. هذا ليس خطأ كلاشينكوف، هذا خطأ السياسيين. العام 1959 تم تطوير AK-47 إلى AKM لتكون ذات وزن أخف ومدى أبعد وكفاءة أكبر وأبسط وأرخص من الأولى. خلال الحقبة السوفيتية أحيطت حياة كلاشينكوف بالسرية، ومنعت المخابرات السوفيتية KGB أي اتصال خارجي به، فحتى أبنائه لا يعرفون شيئا عن عمله. أصبح كلاشينكوف أسطورة حية بعد رفع حجاب السرية عنه. ينظر إليه في روسيا كبطل قومي ورمزا للماضي العسكري الذي تفخر به البلاد. منحه الكرملين وسام بطل روسيا وهو أرفع الأوسمة الروسية عام 2009، ولكنه عاش بشكل متواضع في مدينة إيجيفسك، وتوفي عام 2013 عن عمر يناهز 94 عاماً. وفي عام 2017 كشفت السلطات عن نصب تذكاري لكلاشينكوف وهو يحمل سلاحه وسط موسكو.